مبدأ النشر من الجزائر، حيث خرج الآلاف من المتظاهرين مطالبين برحيل النظام الجزائري بأكمله وليس إزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فحسب. للمزيد نتحول مباشرة إلى الجزائر في هذه النافذة الخاصة مع زميل كمال علواني. إليك كمال. شكرا، أهلا بكم. هناك هذه الأصوات التي تتعالى من خلفنا، هناك متظاهرون يمرون عبر هذا الشارع باتجاه وسط العاصمة الجزائرية مثلما اتجه إليه مئات الآلاف هذا الصباح لأجل جمعة جديدة تحت شعار جمعة الصمود كما أراد لها نشطاء الحراك الشعبي، وذلك ردا على مبادرة رئيس هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي بتفعيل المادة 102 من الدستور، وأيضا ردا على تمسك محيط الرئيس بوتفليقة بخارطة الطريق انتقالية بدل الرحيل مثلما يطالب بذلك الشارع. إذن نحن نحضر اليوم إلى جمعة أخرى هي اختبار لمدى استمرارية هذا الحراك وتمسكه بمطالبه، ورسائل كثيرة ترسل اليوم إلى الرئاسة، إلى المحيط، محيط الرئيس، وإلى هيئة الأركان، وإلى النظام. معي للمزيد من الحديث عن مستجدات هذا الجمعة، تفضل حسام. نعم كمال، بالفعل امتلأت الساحات والميادين مباشرة عقب صلاة الجمعة، ما ينبئ بأن الجمعة السادسة التي اختار لها النشطاء جمعة الصمود أنها ستكون أيضا جمعة مليونية كسابقاتها من الجمعات الخمس، لكن هذه المرة بمطالب جديدة لا تتعلق بالولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولا بمسألة تمديد الولاية الرابعة. هذه المرة سيكون موضوع هذه الجمعة هو قرارات قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الذي طالب بتطبيق المادة 102. طبعا المتظاهرون ليست لديهم مشكلة مع هذه المادة، ولكن يعتبرون بأن تطبيقها جاء متأخر جدا، يعتبرون بأن هذه المادة كان يجب أن تطبق قبل 7 سنوات. هم يعتقدون بأن هنالك جهات تحاول الالتفاف بهذه المادة على مطالب الشعب الجزائري للتضحية بالرئيس بوتفليقة، ولكن من أجل بقاء النظام الذي يطالبون برحيله كليا. يعني جميع رموز النظام يجب أن ترحل بحسب الشعارات واللافتات التي حملوها أو حملها المتظاهرون اليوم، سواء في العاصمة الجزائرية في ميدان الفاتح من مايو أو في ساحة البريد المركزي، وأيضا في ولاية تيزي وزو وولاية قسنطينة، حيث خرج أيضا المئات من الآلاف من الجزائريين لنفس الغرض للتأكيد على المطالب الشعبية المناهضة لاستمرار هذا النظام الجزائري وباقي رموزه. التلفزيون العمومي الجزائري كان قد نقل أمس مشاء أو قد نقل صباحا أمس أو صباحا مشاهد مباشرة لهذه المظاهرات بعد التغيير الذي شهده على رأس مديريته، فيما غابت اليوم بوق الفوفوزيلا الذي كان حاضرا بقوة الأسبوع الماضي، ولكن التحذيرات في مواقع التواصل الاجتماعي من هذا البوق والحديث عن محاولة لاختراق هذا الحراك والتشويش عليه بهذه الفوفوزيلا اليوم الجمعة، يعني لا وجود لهذا النوع من البوق، ولكن وجدت فقط الشعارات المناهضة للنظام والمناهضة أيضا لقرار الفريق أحمد قايد صالح.
شكرا حسام. الاحتجاجات لم تتوقف طيلة الأسبوع. يوم أمس شهدنا عند وسط المدينة عند مقر المركز البريدي بالجزائر احتجاجات لقطاعات من المجتمع الجزائري، المهندسين، الموثقين وضحايا الإرهاب، كلهم رفعوا تلك الشعارات التي تعبر عن السقف الذي يريده حراك الشارع الجزائري. لنتابع هذا التقرير. المئات من عائلات ضحايا الإرهاب والمهندسين والموثقين ضربوا موعدا في ساحة البريد العام إبان الحقبة الاستعمارية، ساحة البريد المركزي منذ استقلال البلاد. مطلبهم استقلال من نوع آخر، من نظام يقولون إنه لم يعد يمثلهم. احنا ضحايا الإرهاب من جميع الولايات، جينا اليوم لهنا درنا الوقفة تاعنا من أجل أن نقولوا لجميع الشعب اللي احنا رانا منكم، وإحنا رانا مع الحراك، ورانا ضد مديد العهدة، ورانا ضد هذا النظام اللي همش الضحايا كذلك وخلاهم دايما هما الأخرين. وطالب عدد من موظفي جهاز العدالة والحقوقيين أيضا بتطبيق المادة 102 من الدستور، الخلاص بحسبهم في احترام إرادة الشعب وسيادته. احنا اجتمعنا كمحضرين قضائيين اليوم باش نقولوا باللي رانا مع الحراك الشعبي ورانا مع تطبيق قوانين الجمهوريه ومع تطبيق الماده 102 ايمانا منا على انه الشعب هو مصدر السلطه حسب ما تنص عليه الماده 7 من الدستور. وتعتبر هذه الوقفات بمثابة امتداد للحراك الشعبي الذي بدأ في 22 من فبراير، الذي شهد انضمام الطلبة والأطباء والمحامين ومختلف الفعاليات من المجتمع المدني حاملين شعارات تعكس تذمرهم من الحالة التي وصلت إليها البلاد. يبدو بأن العبقرية الجزائرية ودم الشهداء ما زال حاضر، وهذه المسيرات الحضارية والمتمدنة وأيضا تصبح ساحة البريد المركزي والعاصمة قلب العاصمة يصبح الآن تقريبا يشبه ميدان التحرير مثل في مصر، وكل الثورات التي قدمت أجمل صورة عن الشعب الجزائري وأعطت أيضا درس حتى بالنسبة لي معنى المطالبة بالحرية والحقوق لكل شعوب العالم. ويجمع المراقبون على أن سقف حرية التعبير ارتفع في الأسابيع القليلة الماضية وأصبح الشارع منبر من لا منبر له. ساحة البريد المركزي هنا في قلب العاصمة الجزائرية، وهي نقطة التقاء شارعي الشهيدين هنا على يسار مراد ديدوش وأيضا على يمين العربي بن مهيدي، أصبحت نقطة التقاء لكل المحتجين من جميع ربوع الوطن وأيضا رمزا من رموز الحراك الشعبي السلمي. صلاح الدين مقعاش، العربي، الجزائر. ومعي هنا المصطفى عطوي، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد والناشط الحقوقي، أهلا بك. طيب، نشهد اليوم جمعة أخرى، جمعة الصمود، وبسقف للمطالب من فك يزداد علوا، أليس كذلك؟ هو كذلك. أولا شكرا على الاستضافة. هو كذلك، ما دام مطالب الشعب لم تحقق، لم يستجيب له، كان من المفروض على قائد الأركان أن يصطف مع الشعب منذ الوهلة الأولى. كان سقف المطالب ما هوش عالي. اليوم خمس جمعات، اليوم الجمعة السادسة، ولا أظن أن الاحتجاجات ستتوقف إلى غاية تحقيق مطالب الشعب. طيب، الآن نحن مع الشعب، مع الجزائريين الذين ينتظرون أيضا، تتوجه أنظارهم إلى مقر المجلس الدستوري، ويبدو على ما ورد إلينا أنه هناك إمكانية أن يعلن رسميا عن شغور منصب الرئيس تفعيلا للمادة 102 كما بادر إليه مقترح رئيس هيئة الأركان. كيف تنظرون إلى هذا التطور لو حدث؟ هو ليس بتطور، هو تغيير بوتفليقة بإنسان من صوزي بوتفليقة، لأن المادة 2 لو تطبق الآن بالشروط التي أتى بها الدستور فبمعنى بقاء حكم بوتفليقة، لأن المادة 2 وش تقول؟ تقول رئيس مجلس الأمة هو الذي سيخلف بوتفليقة، ولكن لأخ 45 يوما، لمدة 45 يوم، ثم إما أن يقال أو يقدم استقالته رئيس الجمهورية، وبالتالي 90 يوم. طيب، مدة لتنظيم الانتخابات.
السيد مصطفى عطوي رئيس جمعية الوطنية لمكافحة الفساد والناشط الحقوقي، شكرا لك مع ضيفي هذا الوقت، ونعود بكم إلى استوديوهاتنا المركزية في لندن.